بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة بركة وسلام ليكم جميعا. معاكم سرية الجزء 22. الحقيقة أنا شفت المسيح 5 مرات في حياتي وشفت رؤى كتير قوي بشرح له، يعني بحاول أقول، لكن مش كل حاجة الحقيقة برضو أنا قلتها، لكن قلت على الأقل الحاجات الأساسية. النهاردة ربنا عايزني أقول حتة معينة كنت مفوتها، وهي أني كان لما عندي 13-14 سنة، الحقيقة أنا كنت بقرأ في أسفار موسى النبي، وكان في أجزاء أنا مش فاهمها. جيت في يوم رحت قافلة الكتاب المقدس، وقبل ما بنام بالليل بقول له يا رب العمر بيجري وأنا مش عايزة عمري يجري وملائكش، أنا عارفة أن السكة طويلة، من فضلك أنا عايزة أفهم وعايزة أقرب منك وعيش معك. الحقيقة المفاجأة كانت بالنسبة لي كبيرة قوي، بصيت لقيت موسى النبي جاي وفاتح الكتاب المقدس وبيشرح لي الأجزاء اللي أنا مش فاهمها. دي كانت أول مبادرة من ربنا، وكانت بالنسبة لي مفاجأة كبيرة قوي. حسيت فيها أن ربنا بيجزمنا لي، ربنا بيهتم بكل إنسان. مين البنت الصغيرة اللي عندها 13-14 سنة دي اللي ربنا يبعت لها موسى النبي علشان خاطر يشرح لها حتى هي مش فاهمها في الكتاب المقدس؟ الحقيقة دي فتحت ذهني لأن ربنا عايز يكون علاقة شخصية مع كل إنسان. ربنا إحنا خليقة الله، كلنا قدامه زي بعض، سواء كانت بنت صغيرة أو ولد أو كبير أو واحدة ست أو واحد راجل، مش مهم مين اللي واقف قدامه، المهم اللي فاتح قلبه ليه. ساعتها أنا قلت كلمة: افتح قلبي وشوف جواه، هتلقى صليبه وإنجيله، هتلقى الفرحة لما أجيله، تلقى يسوع ساكن جواه، افتح قلبي وشوف جواه. الحقيقة اهتمام ربنا ورعايته بكل شخص، وان هو عايز كل انسان ليه. حسيت ان ربنا ده مش هو اللي قاعد فوق في السماء ماسك ورقة وقلم بيعد علينا الغلطات والحسنات والاعمال الصالحة ومش الاعمال الصالحة. يا جماعة مش هو ده ربنا خالص، ربنا ده حب كبير قوي. ربنا خلق كل إنسان لأنه بيحبه، هو مش عايز مننا حاجة لأنه هو مش ناقصه حاجة. ربنا عايز يكون علاقة شخصية مع كل إنسان على الكرة الأرضية لأنه هو خلقه أساساً لهذه العلاقة الشخصية، عشان إحنا نستمتع بوجوده في حياتنا، علشان نطلع معاه السماء ونلاقي الفرحة الكبيرة اللي إحنا مش قادرين نتخيلها وبنتناسيها. النهاردة ربنا زي ما وقفنا قدام الأنساب، وزي ما وقفنا قدام أسماء التلاميذ وأسماء الأباء، وزي ما وقفنا في البرية، النهاردة عايزنا نقف قدام رحلة مع أسماء الأنبياء. النهاردة الرحلة مع بعض أسماء الأنبياء، أسفار العهد القديم بتصور لنا المسيح وملكه تصويرا جليا، فالنبوات الأولى تمثل خطوط الصورة، ونبوة بعد نبوة تزيد الرسم لونا ونقشا بهيا، حتى إذا ما بلغنا إلى النهاية تكمل الصورة في أحسن مثال. والصورة دي كانت المسيح اللي كانوا بيصوروه كلهم في العهد القديم. المسيح النهاردة هناخد كل اسم من أسماء الأنبياء وهنشوف معناها إيه. خدنا بعض أنبياء العهد القديم زي نوح، ونازل قدامكم على الشاشة المجموعة دي من الأسماء: نوح راحة وتعزية، إبراهيم أب الجمهور كبير، إليا إلهي يهوى وقوتي، موسى المنتشل من الماء، صموئيل اسم الله، ناسان الله قد أعطى، وهكذا لحد ما بيوصلنا لزكريا يهوى يذكر، وملاخي هذا رسولي. الأسماء تأمل فيها تأمل خاص: لا توجد راحة أو تعزية إلا في أبا الآب، الله يهوى إليها الذي ينتشلني من الماء، ماء العالم والموت والشيطان وذاتي، وأعترف أن اسمك يا الله عالي فوق كل اسم، فأعطانا الله ابن المحبوب رجل السلام يهوى الله المتجسد المولود من الروح القدس الحمامة، الذي جاء لخلاص البشرية حاملا لأثقالنا وخطايانا وعارنا، هو الرب خلصنا ويخلصنا لأن خلاصه مستمر إلى الأبد، فهو الكفارة الوحيد. مين زيك يا رب؟ أعطيتنا روح الحق المعزي لكي يسترنا، أموت أنا وأختفي فيه فيؤسس ويثبت مملكته فيا،
هو الله قوتي، هو يعانقني ويحتضنني بروحه القدوس. أنا عبدك يا الله أنت القاضي والديان العادل، أنتظرك ويكون يوم ميلادي وعيدي الحقيقي عندما أعود إليك وأتحد بيك، فشكرا ليك يا إلهي. فيكون يوم ميلادي وعيدي الحقيقي عندما أعود إليك وأتحد بيك. شكرا لله الذي ذكرني لأسبحه وأسجد له مع ملائكته القديسين. فيقول الرب: هذا هو رسولي. كأن ده التعبير اللي ربنا عايز يقوله، أو الاعتراف اللي لازم يقوله الأنبياء أو الرسل عشان يقول هذا هو رسولي. بعض أنبياء العهد الجديد، الشهيد يوحنا المعمداني النبي والقديس يوحنا اللاهوتي النبي، يوحنا معناه حنان الله أو نعمة الله. بعض نبيات العهد الجديد، وطبعا كان في نبيات في العهد القديم، حنا النبية بنت فانوئيل، واسمها برضه هو نفس معنى اسم حنان أو نعمة الله. وكان فيه النبيات بنات فيلبس المبشر في أعمال الرسل إصحاح 21. النبي الحقيقي هو اللي يتكلم بما يضعه الله في فاه أو يكشفه لبصرته الروحية. مش لازم يجي كلام ربنا للنبي بصوت مسموع لأذنه الطبيعية، ولكن الأمر الأساسي هو أن يكون قادرا تماما على التمييز بين صوت الله وصوت قلبه أو أفكاره الشخصية والذاتية. فبهذا وحده يستطيع أن يقول إنه يتكلم باسم الرب، أو هكذا قال السيد الرب. الكتاب المقدس المكتوب بوحي من الروح القدس، يعني الإنجيل، البشارة المفرحة للبشرية، المكتوب بأنفاس الله، هو الكتاب الرائع والعظيم، وهو على مدى العصور. الكتاب المقدس هو مكتبة البراعة الإلهية المكونة من أسفار العهدين القديم والجديد، هو رسالة الله المقدمة بالنعمة والحب من أجل خلاص الإنسان وضمان حياته الأبدية. يبادر الله بتكوين علاقة شخصية مع كل واحد منا، ويفتح لنا باب الرجاء، ويتعرف الإنسان على شخص الله نفسه والتواصل معه. هو كتاب موحى به من الله، هو ليس مجرد كتاب كتبه رجال الله على مر العصور، لكن الله هو اللي اختارهم بسابق علم معرفته به. فهؤلاء الرجال اللي جواهم استعداد قلبي، فجهزهم بالرغم من ضعفاتهم البشرية، علمهم بحسب استعداد كل واحد منهم، وأوحى إليهم بالروح القدس ما أراد أن يكتبوه، تاركا لكل واحد أسلوبه الخاص اللي يعبر به عما أوحى به الله إليهم. الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد هو القانون الوحيد المعصوم من الخطأ، والذي من خلاله يعلن الله عن نفسه وعن مقاصده من جهة البشر. يعتبر الكتاب المقدس سجل عن إعلانات الله المتكررة التي يعلن فيها عن نفسه للإنسان على مدى العصور والأجيال، حيث إن المصادر الطبيعية للإعلان عن الله مثل الطبيعة والعقل والضمير تعد ناقصة وغير كاملة. فكان لابد من الوحي الإلهي الذي يعلن عن الله بصورة وأوضح وأكمل للإنسان علشان نقدر نفهمه ونكون علاقة شخصية معاه، ونقدر نقرب من صورته النقية، طبعا نقاء نسبي لينا، ونقدر نحمل رسالته للبشر ونبقى زي أنبيائه ورسله. ما أعظمك يا إله العظيم في أنبيائك ورسلك. إذن بماذا يتكلم الكتاب نفسه عن الوحي؟ كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وقال تاني في التثنية: وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وفي أرمية: ومد الرب يده ولمسفني. إذن ما هو المقصود بوحي الكتاب المقدس؟ هو كلام الله الذي أوحى به إلى كتبة الكتاب المقدس بغرض الإعلان عن وصايا وتعليم وحقائق وسلطان للكلمة الإلهية للبشر، وذلك بصورة خيالية من كل نقص أو خطأ. الوحي في العربية بتعني
أشارة أو أومأ في الإنجليزية تعني أنفاس الله والفرنسية تعني الإعلان. هو ليس إلهام من البشر لأنه ينبع من الله ويؤكد وجود كلمته وحكمته اللي فوق الحكمة البشرية. موحى به من الله أي نفخت من الله، بمعنى أن كتاب الكتب المقدسة صيغت بروح الله، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، يعني محمولين بالروح القدس. فقد كان الله هو المصدر والينبوع الحقيقي والوحيد لما كتبه كتاب الوحي جميعا. فلقد استخدم الله مجموعة من الناس ليسجلوا جميعا ما أراد أن يقولوا للإنسانية مع قدرته، لأن الله هو أن يحفظهم من خلال الروح القدس في أن يكتبوا ما يقوله هو لهم. وقد استخدم الله ما في هؤلاء من وزنات ومواهب وملكات خاصة ليأتي الكتاب المقدس في صورته الرائعة البارعة المتنوعة. ما أروح كتابك يا رب. بيجمع الكتاب المقدس في أسلوب كتابته بين النثر والشعر والقصة والأمثال والتاريخ والنبوة وغيرها، لذلك نجد أسلوبا راقيا كأسلوب بولس ودانيال، وأسلوبا بسيطا كعاموس وبطرس. وتأتي معجزة الوحي في الكتاب المقدس من الصورة المذهلة التي تحققت من خلالها النبوات التي سبق وتنبأ بها وكتبها رجال الله، في حين إنهم لم يعرفوا على وجه الدقة المعنى الدقيق والمقصود من هذه النبوات. فمثلا نجد في العهد القديم نحو 300 نبوة عن شخص السيد المسيح كتبت قبل ميلاده بآلاف السنين وتحققت حرفيا وكاملة في يسوع المسيح الذي تمم النبوات، الذي أعلن لنا البشارة المفرحة بالخلاص وأعلن لنا عن الله الإب. جمالك ما يتوصفش يا رب. كلام الله لا يزول، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. وأكد كمان وقال لكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. الله القادر على كل شيء قادر أن يحفظ ويحافظ على كتابه المقدس وبشارته المفرحة للبشرية. الله قادر أن يحافظ على كلمته المكتوبة والمنطوقة وقوة سلطان كلمته الرائعة العظيمة بروحه القدس. بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنوده. كلمة نسمة أي روح الله، أي كل شيء موجود بقوتين بكلمة الله وروحه معا، الذين أحضر الوجود إلينا إحنا الموجودين فيه. الكتاب المقدس البشارة المفرحة، بالرغم من أنه كتب من بداية الخليقة لحد رؤية يوحنا، لكن ليه نفس الروح، الروح القدس. مثلا موسى كتب أول 5 أسفار في الكتاب المقدس وأولهم التكوين، ويوحنا كتب آخر 5 أسفار وأخرهم سفر الرؤية. سفر التكوين بدأ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وفي سفر الرؤية 21 ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة. موسى ويوحنا هم النبيين اللي أنا شفته. في التكوين الفردوس المفقود وتوهان آدم، في الرؤية الفردوس المردود ورجعنا متوه، في التكوين 3 شجرة حياة وممنوع الاقتراب إليها، في الرؤية 2 و22 شجرة حياة تشبع وتشفي. في التكوين 10 و11 نقرأ عن بابل، وفي الرؤية 17 و18 نقرأ عن دينونة بابل. في التكوين نقرأ عن اللعنة، ملعون أنت من الأرض وملعون الأرض بسببك، وفي الرؤية لا تكون لعنة فيما بعد. في التكوين نقرأ عن الحية القديمة، في الرؤية 20 نقرأ عن الحية ونهايتها. في التكوين فقدنا الحياة الأبدية، وفي الرؤية رجوع للحياة الأبدية والأورشليم السماوية والاتحاد بيسوع. هكذا قال الرب: السماوات كرسية والأرض موطئ قدمية، أين البيت الذي تبنون لي وأين مكان راحتي؟ كل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه يقول الرب وإلى هذا أنظر
إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي إلى هذا أنظر. وفي ترجمة تانية نفس الآية: إلى هذا أقدر المسكين والمنسحق الروح الذي يرتعد من كلامي، يعني يظهر الخشوع الحقيقي لله. الإعلان كلمة تأتي من فعل يعلن باللاتينية، يعني يحتف جهارا، وفي العهد الجديد تعني يعترف أو اعتراف، أي نجعل كلمات أفواهنا تتفق مع كلمة الله لتأهيل أنفسنا لاستقبال الدعم والسلطان من روح الله لينا. إذن لنسعى بعقل متيقظ وضمير مستقيم وفم ناطق جهارا بقوة الكلمة، معلنين اعتراف إيماننا: أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. النهاردة وإحنا لسه على الأرض، وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رزني ولم يقبل كلامي فله من يدينها الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. كلمة الله هي التي ستحكم علينا. عندما أتقابل مع الكتاب المقدس أتقابل مع هذا الإله الحاضر لخلاصي، وأتقابل مع الديان العادل كمان اللي ما أقدرش أقف قدامي. من فضلك راجع نفسك بسرعة، حط نفسك قدام قصبة شبه عصا ثم قصبة من ذهب. قانون الملكوت هو الوصايا الإلهية في روحها اللي توصلنا في النهاية إلى وصية واحدة، وهي المحبة. المحبة هي دستور السماء ولغة السمائيين. هناك التدريب هنا على يدي النعمة الإلهية، وحين يبدأ الإنسان في التنفيذ بقوة الروح القدس يكتشف الإمكانية القوية اللي فيها يرى قوة الملكوت اللي بتختلف تماما عن قوانين الطبيعة. هنا يدرك أنه بالإيمان يقدر يمشي على المية مثلا، ولا يخضع لروح العالم، ولا يخاف من شيطان. يحيا الإنسان في الملكوت وهو هنا على الأرض كمن ساكن في السماء وله سلطان السماء. وطننا هو السماء، وده وطننا الحقيقي. عالمنا هو الصليب، قوتنا. دستورنا سماوي وهو الكتاب المقدس، المحبة. ولنا شركة وموهبة وعطية الروح القدس، وإلهنا هو ملك الملوك ورب الأرباب، هو الجالس على العرش، إله الكون كله وضابط الكون. سألت ربنا: طب ليه يا رب كل الغضب اللي أنا شايفاه في سفر الرؤيا؟ من فضلك قل لي ليه؟ قال لي آية واحدة بس: أهانوا اسمي كل يوم، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أباراً، أباراً مشققة لا تضبط ماء. من فضلك ياللي بعيد عن ربنا، إهمالك وعدم تقديرك لكلمة الله وكتابه المقدس بتهينه. طريقة كلامك وإسلوب حياتك بعيد عن الكلمة بتهينه. إرادتك المسلوبة منك وسايبها للشيطان يلعب بيك بتهين نفسك وتهينه. لو فكر إن المجد ليك في وسط الناس والكنيسة بتهينه. لو ذاتك ومجد ذاتك أهم منه بتهينه. لو فكر إن قوتك في الممتلكات الكبيرة والناس ونسي إن القوة فيه هو وحده بتهينه. ارتفاع صوتك جوه بيته مش حاطط له أي اعتبار بتهينه. إدانتك لغيرك وبتاخد مكانه هو الديان العادل وحده بتهينه. ترفع إيدك على خالقته مهما كان حتى عدوك بتهينه. كل دي إهانات يا رب إحنا بنوجهها ليك وإحنا مش حاسين. اتقوا ربنا وخافوه، وخافوا يوم الوقوف قدام عدله ده الرب قريب. أنا كمان أهنتك يا رب، سامحني. هحكي لكم الرؤية دي النهاردة وهوريكم إزاي إن أنا فعلا أهنت ربنا. أنا في الرؤية كنت طالعة وعمالة بطلع 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 لفوق، وده معناها إني موي في الحياة مع ربنا بصفة مستمرة. الحقيقة كنت لابسة فستان أبيض، والفستان الأبيض كل ما بطلع بيتغير، بس بيتغير لأجمل فأجمل فأجمل.
فعمالين بنطلع لحد ان انا تقريبا لابسه فستان ملكه. وانا طالعه فوجئت ان انا وصلت عند ابوابك يا اورشليم، يعني انا واقفه على ابواب اورشليم السماويه. الحقيقه المنظر رائع، المنظر مبهر جدا، مش عارفه اقول لكم الجمال والجلال والبهاء يعني والجلال، حاجه رائعه. ده الكلام ده كله على الابواب، يعني على ابوابك يا اورشليم السماويه. الحقيقه بصيت حواليا وبقول فين اولادي، فين جوزي، فين كل الناس اللي انا بحبهم، فين اللي من الناس اللي معايا في الكنيسه، وفين الناس كمان اللي ما اعرفهمش. انا عايزه كل الناس تيجي تشوف هذا الجمال وهذا البهاء. نفسي الناس تيجي توصل لهنا وتشوف المحبه دي قد ايه، والجمال ده والنعمه والبركه والحاجات دي. بس في وسط ده انا عملت غلطه، رحت بص على نفسي. بصراحه الفستان اللي انا لابساه جميل قوي، برده رائع، يعني مش في مخيلتي. وبعدين حسيت بان رجلي حافيه، يعني مش لابسه حاجه، وان الارض اللي تحت رجلي لونها زي الازاز النقي الشفاف اللي لونه ذهبي الناعم قوي، ومنظره رائع قوي. الحقيقه انا ببص على نفسي وبقول يا ده انا مش لابسه اكسسوارات، يعني عارفين مش لابسه تاج مش. وبعد كده عمالة بتلفت حوالين نفسي، فبصيت لقيت الصوت قال لي انزلي، انتي مش جاهزة لملكوت السماوات. اللي صحيح الكتاب كله فيه المحبة، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وتحب قريبك كنفسك. انتي صحيح وصلتي لقريبك كنفسك لأنك حبيتي الناس بطريقة صح، وان انتي عايزاهم يجي يشوفوا ملكوت السماوات، لكن انتي لسه مش جاهزة لده، انزلي. الحقيقة كانت صدمة بالنسبة لي، مش عارفة أوصفها لكم. انزلي وابدأي من جديد. هنزل تاني وأبدأ من جديد؟ هو في إيه؟ هو إيه الموضوع؟ هو إيه اللي حصل؟ الحقيقة كانت بالنسبة لي مفاجأة، ومفاجأة جامدة جدا. أنا بعدها فعلا حسيت إن أنا نزلت. عايزة أقول لكم الرؤية دي كانت كانت قبل جزء 12 بحوالي 3 سنين. الجزء 12 ده اللي انا شفت فيه مريمينا، يعني كانت حوالي تقريبا في سنة 2013 تقريبا 2012 في الجزء ده. يعني المهم انا نزلت وبدأت افتح الكتاب المقدس وابدأ اعيد من اول وجديد، بدأت ادور من اول وجديد، امسك الكتاب من اول لاخره. في ايه؟ انا مش فاهمة يا ربي في ايه؟ ايه الموضوع؟ انا صحيح ما استحقش اي حاجة، ما استحقش حتى يعني تراب رجليك، انا مستحقش اي حاجه يا رب، انا عارفه دي، بس ايه المشكله؟ بصراحه انا ما كنتش عارفه. فضلت ادور في الكتاب المقدس، وفضلت ادور في كتب الاباء لحد ما جه الوقت اللي جه فيه مريمينا. وكنت بسال ربنا من فضلك اعمل حاجه يا رب، من فضلك اتصرف، يعني اشرح لي، فهمني، اعمل اي حاجه. لحد ما جه مريمينا الحقيقه وبدأ يقول لي سيبي كل حاجة. الحقيقة أنا مش فاهمة مريمين هيعمل إيه ولا إيه الموضوع، لحد ما جه مريمينا وبدأ يركز علي على تطهير الإيدين لما اداني القلب، وبدأ يحطني في بعض التجارب إن أنا يعني أو إن أنا يعني أوصل رسالة. المهم من هنا لهنا بدأ يفهمني إن المشكلة هي في الذات، إزاي تسقط أسوار أريحة زي ما قلت لكم، وإزاي حصل. طبعاً حكيت لكم في الأجزاء كلها إزاي مريمينا قدر يوصلني الروح المحبة، وقدر يكون معايا في الكنيسة لحد روح حلول الروح القدس عليا، ولحد حتى بقالي اتكلمي مع الروح القدس في الجزء من له أذن للسمع فليسمع. البركة ونعمة ربنا الكبيرة اللي إحنا كلنا ما نستحقهاش، أنا فعلاً فهمت وحسيت ان الذات اللي جوانا احنا منهين ربنا. سامحني يا رب، ونبدا كلنا نحط نفسنا فعلا قدام القياسات زي الجزء 19 اللي هي قصبة شبه عصا وقصبة من ذهب كمان، وفيهم مواضيح كتيره. المهم ان احنا نوصل للمحبه اللي هي من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل النفس ومن كل الحواس، ان احنا نحس بربنا قوي زي ما هو حاسس بالبشرية كلها. محبة ربنا لينا
المحبة على فكرة مختلفة تماما عن الحب، الحب نفسي لكن المحبة روحية. ربنا عايزنا نتعلم ازاي نحب بطريقته، نحب مهما نتهنى، نحب حتى أعدائنا، نحب. كان هو بيحب الناس اللي بتسمره، والناس اللي بتف على وشه، والناس اللي بتحط له إكليل الشوك. المحبة جواه كان نفسه ياخدهم بحضنه، نفسه يرفعهم ليه. تعالوا نشوف كده الأنبا أنطونيوس الوصية التي يستقبلها كثيرون لأنهم يفحصونها بذواتهم وهنا الذات ويحاولون تطبيقها بمجهوداتهم البشرية. هي نفسها موضوع لذة وفرح السالكين فيها بالروح، غير بحسين فيها إلا عن ذاك الذي لا يكف عن المناداة قائلا أنا هو. اقبلوني فيكم ومعكم، تعرفوا علي في وصاياي. لا يرى أحد السماء ولا يقدر أن يعرف ما فيها إلا الذي يجاهد في الفضيلة أي الوصية، فيعرف الله ويمجد ذاك الذي خلق السماء لأجل خلاص الإنسان وحياته. الذهن الذي يحيا في نفس نقية أي منفذة للوصية يرى بالحق الله غير المنظور ولا الموصوف. يرى الله الذي وحده طاهر بالنسبة للطاهرين وبالنسبة لأنقياء القلوب. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. الأنبا ماكاريوس كمان بيقول: وكما أن الملك إذا كتب رسائل للذين يشاءون أن ينعم عليهم بعطايا ومواهب خاصة بيقول لهم بادروا إلي جميعكم لتنالوا مني نعما ملوكية، فإن لم يذهبوا ويأخذوا لا يفيدهم الرسائل شيئا بل يستحقون الموت. كذلك الله الملك أرسل كتابه الإلهي ورسائله قاصدا بها إنه بالدعاء له والإيمان به يسألون فينالون أن نكون في الطبيعة الإلهية. وأما إن لم يأتي الإنسان لينال فلا يستفيد شيئا من الكتب المقدسة بل يكون في خطر الموت لأنه لم يريد قبول الحياة من الملك السماوي التي بدونها لا يمكن نوال الحياة الخالدة التي هي المسيح نفسه، فله المجد إلى الأبد أمين. يعني يقبل الحياة، يعني يقبل الروح القدس، يعني يقبل أن يلبس المسيح. النهاردة أنتم أيها المساكين بالروح يا منسحق القلوب وخائفي كلمة الله وخشعين لها، أنتم الآباء والملوك والكهنة والأنبياء، أنتم القلب النابض اللي يشعر روح الإيمان والرجاء والمحبة في الكنيسة أورشليم والسامرة وكل أقاصي الأرض. أنتم السراج المنير الذي لا يوضع تحت المكيال بل يضيء لكل من هم في البيت. أنتم النجوم والكواكب، يا من انفجر كوكب الصبح المنير في قلوبكم، حولوا كل ليل نهار. أنتم حامل شعلة الحياة والنور والسلام لكل البشرية. أنتم سفارة وسفراء السماء على الأرض. أنتم صانع السلام أبناء العلي. اوعوا تتنازلوا عن ميراثكم الأبدي الاتحاد بالمسيح وشريكي الطبيعة الإلهية المحبة. قال الرب في متى 24: اعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. افرحوا وتهللوا إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل إلهنا، اسم إلهنا القدوس العظيم العالي. أنتم أمة مقدسة وكهنوت ملوكي، إخوة لبكر الأبكار ونور الأنوار. أنتم فرحة قلب ربنا، أنتم الغالبين وارثي كل شيء. أنتم عروس الحمل، فنادوا معي قائلين أمين تعالى أيها الرب يسوع. أمين تعالى أيها الرب يسوع. أمين تعالى أيها الرب يسوع. احنا دايما يا رب منتظرينك لحد ما تيجي وتاخدنا معاك للسماوات، منتظرين الاتحاد بيك يا رب، منتظرين المحبة اللي تملأ قلوبنا، منتظرين روحك القدوس اللي يملانا وينور كل حياتنا وكل كياننا.
منتظرين يا رب إنك تاخدنا لأورشليم السماوية لقلب الملك العظيم. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لك الملك والقوة والمجد، لك البركة، لك كل كرامة وكل سلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين. هشوفكم المرة الجاية بنعمة ربنا.